فتاك وغير مرئي، يساعد في خوض اشتباكات مفاجئة براً وجواً وبحراً. سلاح بقوة خفية قد يكون كفيلاً بتغيير شكل الحروب كما نعرفها. سلاح الطاقة الموجهة أو قاتل المسيرات قد يكون الحل الأمثل في ساحات القتال الحديثة للتصدي للمسيرات الرخيصة والصواريخ البالستية العابرة للقارات في آن واحد. In the Red Sea, the Houthis are sending $20,000 drones. We're shooting them down with missiles that cost 4.3. The math doesn't work on that, gentlemen. فكيف تعمل هذه الأسلحة وأي دول تملكها؟ ولماذا تفتقر الولايات المتحدة لما يكفي منها للتصدي للهجمات الصاروخية وبالمسيرة؟ Truth is we have no defense for hypersonic missiles. Yes or no? You correct Senator King and Senator Fisher that our hypersonic defenses are inadequate. الجواب على الخريطة. لم تعد الأسلحة القديمة كافية لحسم المعارك في ساحات الحروب والقتال الحديثة، فقد شكلت الهجمات بالمسيرات القتالية الرخيصة التي أطلقت على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا وعلى السفن الحربية في البحر الأحمر أكبر تحدي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فمتوسط تكلفة الصاروخ الواحد الذي يسقط مسيرة لا يزيد سعرها عن 2000 دولار تبلغ مليوني دولار. فالقدرات القتالية مثلاً لمدمرة من طراز أرلي بيرك مثل يو اس اس لابون التي كانت موجودة في البحر الأحمر تتضمن صواريخ اس ام 6 المتطورة التي يمكنها إسقاط الصواريخ البالستية المرتفعة في الغلاف الجوي، فضلاً عن صواريخ أخرى ذات مسار منخفض تبلغ تكلفة كل منها أكثر من 4 ملايين دولار وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. كما تحمل أيضاً صواريخ SM-2 الأقل تطوراً والتي تستخدم لصد هجمات الحوثيين تبلغ تكلفة كل واحد منها نحو 2.5 مليون دولار. أما صاروخ ESSM Evolved Sea Sparrow المصمم لضرب صواريخ كروز المضادة للسفن والتهديدات ذات السرعة المنخفضة مثل المسيرات أو المروحيات على مدى يصل إلى 50 كيلومتراً فتبلغ تكلفته أكثر من 1 مليون دولار. أنظمة دفاع جوية باهظة الثمن تضع نقطة استفهام كبيرة على مدى كفاءة وفعالية التعامل مع مثل هذه التهديدات الجوية الرخيصة. Directed energy is the answer. It costs 25 cents a shot. And the budget's gone down from 140 to 15 million dollars a year. That's a scandal. We can't possibly defend ourselves with $80 million missiles. There's not enough money in the whole world for that. لكن ما هي أسلحة الطاقة الموجهة وكيف يتم استخدامها كسلاح؟ تستخدم أسلحة الطاقة الموجهة الطاقة الكهرومغناطيسية المركزة لمحاربة قوات العدو وأصوله، وتأتي بأشكال مختلفة لكل منها خصائص مختلفة أبرزها أشعة الليزر عالية الدقة أو موجات راديو عالية أو مايكروويف. على عكس الأسلحة التي تطلق الرصاص أو الصواريخ، تستجيب هذه الأسلحة للتهديد بطرق مختلفة عبر تحويل الطاقة الكيميائية أو الكهربائية إلى طاقة مشعة وتركيزها على الهدف، مما يؤدي إلى أحداث ضرر مادي ينتج عنه تعطيل أو تحييد أو هزيمة أو تدمير قدرة العدو. انتشرت أسلحة الطاقة الموجهة بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الأخيرة لدى العديد من جيوش العالم نظراً لقلة تكلفتها التشغيلية ودقتها وفق شركة Global Data. أكثر من 30 بلداً تملك أسلحة الطاقة الموجهة أو تعمل على تطويرها. أصبحت جيوش الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا قادرة في الوقت الحالي على نشر هذه التكنولوجيا مع أقوى الأسلحة في العالم والقدرات الأخرى الموجودة وفق Global Data. وبلغ حجم السوق العالمية لأسلحة الطاقة الموجهة 26 مليار دولار في 2023
على أن يبلغ 111 مليار بحلول عام 2030. وتعكف دول مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وأستراليا على تطوير أسلحة الطاقة الموجهة، وتركز جهودها على امتلاك قدرات تضمن احتفاظها بقوة ردع استراتيجي أو تفوق عسكري على مدى العقود المقبلة. ما يميز أشعة الليزر هو أنها تنطلق بسرعة الضوء، الأمر الذي يضمن استجابة فورية لأي تهديد مقابل غياب أي فرصة زمنية للجسم المعادي للدفاع عن نفسه، كما يمكن اعتبارها ذخيرة غير محدودة طالما توافرت لها الطاقة اللازمة ومصدر للتبريد، لكن الأهم نشر ما يكفي منها. Let's say what happened on April 14th happened in over the Arctic Ocean. 300 missiles, drones, AVs came across the Arctic Ocean toward Canada and North America. Could we do what Israel and we and other countries did? Could we knock down 99% of those missiles coming in if that had happened in the northern part of the world? No, that's of concern. Numbers of assets that we have in the region right now would not be sufficient to meet the attack of that size that the Iranian. عادة ما يتم استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة على هدف واحد في كل مرة، ويمكن أن يكون الشعاع نابضاً أو مستمراً مما يولد طاقة لا تقل عن كيلووات واحد، وهذا الناتج أكبر بمئتي ألف مرة من مؤشر الليزر النموذجي وهو قادر على صهر الفولاذ. أبرز أسلحة الليزر عالية الطاقة الأمريكية سلاح من طراز لاوس صغير الحجم كسلاح مضاد للمسيرات، يبلغ إنتاجه من الطاقة 30 كيلووات، ويعتبر أول سلاح ليزر أمريكي يتم استخدامه بشكل عملي. تم نشره في الخليج العربي عام 2014 على قاعدة انطلاق من المركبة الأمريكية USS Ponce لاختبار فعاليته. يضاف إليه سلاح شكل قفزة للبحرية الأمريكية تنتجه شركة لوكهيد مارتن ليزر عالي الطاقة لتثبيته على السفن الحربية هذه المرة، مما مثل خطوة مهمة نحو القتال الحقيقي. هو نظام السلاح التكتيكي مزود بنظام إبهار بصري ونظام مراقبة يسمى هيليوس، وهو ليزر من فئة 60 بلس كيلووات يوفر شعاعاً مركزاً ينقل الحرارة إلى سطح الهدف ويدمره. ومن أبرز المشاريع الأمريكية ليزر يال 1A المثبت على طائرة بوينغ 747-400F، وصمم النظام بهدف تدمير الصواريخ البالستية، تم اختباره بنجاح لكنه لم يستخدم عملياً. يستخدم الجيش الأمريكي أيضاً نظام الدفاع الجوي قصير المدى لمناورة الطاقة الموجهة أو DM Sword، وهو ليزر بقدرة 50 كيلووات مركب على حاملة مشاة من طراز سترايكر، ويمكن استخدام الحزمة عالية الطاقة لمواجهة الهدف بسلاسة. كما طورت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية نموذجاً من مجمع الليزر المتنقل من طراز آدم القادر على تدمير الأهداف الجوية على مسافة حتى كيلومترين ليستخدم من القوات البرية الأمريكية. قد تشكل أسلحة الطاقة الموجهة التي استعرضناها إضافة إلى العديد من الأسلحة المماثلة الأخرى قيد التجارب حلاً للهجمات المتزامنة أو المنسقة، وذلك نظراً لتكلفتها المنخفضة نسبياً مما يتيح نشرها لتغطية أكبر نطاق ممكن من التهديدات. Our capability in the region is aimed toward North Korea, isn't that correct? That is correct. It's not designed to take on Russia or China, but that's where the threat is. What's the cost of one GBI? So the GBI is approximately 80 million, 85 million. لكن ماذا عن الدول الأخرى؟ أين هي من هذا السباق على أشعة الموت؟ كشفت الصين في 2019 عن نظام الدفاع الليزري LW30، وهو نظام دفاع جوي قصير المدى مصمم لكشف وملاحقة وتدمير الطائرات الخفيفة والحوامات والطائرات بدون طيار. مدى الاشتباك 25 كيلومتراً يقوم بتوجيه حزمة كهروضوئية قاتلة تكلفة كل عملية إطلاق $1,000، واستطيع تدمير هدف كل 6 ثواني، وهو مجهز أيضاً بنظام آلي للتعرف والتمييز بين الصديق والعدو. وقد اتخذ الجيش الصيني خطوة غير عادية للكشف عن تطوير نظام سلاح طاقة موجهة جديد في 2019، هو مدفع الليزر الصيني قادر على طمس الأهداف فوراً بالقرب من خط ساحلي
بما في ذلك القوارب الصغيرة والمركبات الجوية غير المأهولة. روسيا من جهتها بدأت الاهتمام بأسلحة الليزر في عهد الاتحاد السوفيتي بداية الستينيات، وبدأ استخدام العسكريين لهذه التقنية كوسيلة للدفاع الجوي. كان من أشهر المشاريع السوفيتية حينها في هذا المجال تيرا وأوميغا. وتعمل روسيا على تطوير أسلحة الليزر، إلا أن معظم المعلومات بهذا الشأن تبقى سرية. تملك روسيا مجمع الليزر القتالي الروسي بيرسفيت، مصمم بشكل أساسي لتعطيل المسيرات والأقمار الاصطناعية أيضا في مدارات يصل ارتفاعها إلى 500 كيلومتر، كما يستطيع ضرب الطائرات في الغلاف الجوي وحرق معدات طائرات الاستطلاع والمسيرات، وربما في المستقبل تدميرها من مسافة قريبة. إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، تهتم إسرائيل بتطوير تقنية الليزر العسكرية في مسعى للحد من التكاليف الباهظة لصواريخ تعمير الاعتراضية تابعة لنظام القبة الحديدية، والذي يكلف كل منها 40 إلى 50 ألف دولار مقابل $1,000 فقط لكل حزمة من الشعاع الحديدي. منظومة الشعاع الحديدي ليزر عالي القوة قدرته 100 كيلووات، تصنعه شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة لاعتراض الصواريخ والقذائف والمسيرات في نطاق 7 كيلومترات. كما يمكن لهذا النظام الدفاعي تدمير الأهداف في غضون 4 إلى 5 ثوان تقريبا من انطلاق شعاع الليزر، بالإضافة إلى أنه يمكن دمجه على منصات متعددة لتحييد مجموعة واسعة من التهديدات بدقة متناهية. مع ذلك هناك عيوب، وهي أن الليزر يتطلب ثوانا عدة من الاتصال بجسم ما لتوليد الطاقة الكافية لتدميره، وذلك عكس الصاروخ الذي ينفجر فور اصطدامه بالهدف. بريطانيا من جهتها أعلنت عن سلاح ليزر جديد يدعى دراغون فاير، أجرت تجارب ناجحة عليه، وهو كفيل بتدمير المسيرات على مسافة كيلومتر واحد بتكلفة $12 لكل عملية إطلاق، وهي تكلفة أرخص من أي مسيرة، لكنه لن يكون جاهزاً قبل 2029 من حيث الكفاءة للنشر على مدمراتها البحرية المستقبلية. تسعى الهند لامتلاك نموذج آخر من سلاح الطاقة الموجهة متمثل في نظام الليزر التكتيكي عالي الطاقة. من المفترض أن يركب السلاح على عربات ومهمته إحداث ضرر في أجهزة اتصالات العدو والتشويش على راداراته. دولة أخرى وهي أستراليا تعمل أيضاً على تطوير سلاحاً لإسقاط مسيرات الخصم بأشعات ليزر تبلغ قوتها نحو 26 كيلووات، ويتوقع أن يدخل السلاح الخدمة في وقت لاحق هذا العام. بالانتقال إلى أسلحة المايكروويف، وفي أزمة فريدة من نوعها بين الولايات المتحدة وكوبا، ظهرت في نوفمبر 2020 أطلق عليها حادثة متلازمة هافانا. أفاد دبلوماسيون بالسفارة الأمريكية في كوبا أنه بدون سابق إنذار شعر كل الموجودين بالسفارة بإعياء شديد مصحوب بأعراض غامضة وحادة مثل فقدان السمع والتوازن. بعد التحليل تكهن خبراء أن السبب هو شن كوبا هجمات بسلاح صوتي. أما الغريب في الأمر هو أن أعراض متلازمة هافانا نفسها كانت قد ظهرت على أمريكيين آخرين في مناطق أخرى من العالم، مثل حادثة سفارة الولايات المتحدة في الصين عام 2017. وكذلك أبلغ ضباط المخابرات الأمريكية عن ظهور أعراض متلازمة هافانا على أهداف في أوروبا وآسيا في العام الماضي، وأشارت كل أصابع الاتهام الأمريكية كالعادة إلى روسيا، كما ورد في تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عام 2018. وبالطبع استنكرت روسيا الأمر وأشارت إلى أن هذا الاتهام ليس في محله. أجمعت نتائج الأبحاث التي أجريت على كل هذه الحالات أن السلاح الوحيد القادر على أحداث هذه الأعراض هو سلاح المايكروويف. تتحدث تقارير عسكرية أن الصين قامت باستخدام سلاح المايكروويف ضد القوات الهندية في المناوشات الحدودية في يونيو 2020. وفق التقارير، عندما وجدت الصين نفسها غير قادرة على صد التفوق العسكري الهندي المدرب على القتال والتصدي للهجمات في المناطق الجبلية في أعالي جبال هيمالايا، وهي مناطق استراتيجية تضمن التفوق الهندي والسيطرة التامة على الحدود، وبما أن شرط القتال بين الفريقين كان عدم استخدام الأسلحة، تتحدث تقارير أن القوات الصينية لجأت لسلاح المايكروويف وسلطت الأشعة على قمم الجبال.
كانت النتيجة شعور القوات الهندية بدوار شديد وتعب مفاجئ وقيء وهلاوس سمعية وفق هذه التقارير. بين خطر الصواريخ البالستية الداهمة والطائرات المسيرة الرخيصة، عالم جديد يتأرجح بين القوة والدقة. تساؤلات جوهرية حول مسار الإنسانية ومستقبل التقنية تفتح الباب على مصراعيه أمام تحديات غير مسبوقة. فهل نحن على مشارف عصر جديد من القوة الصامتة القاتلة؟ وإلى أين تتجه هذه الثورة في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية؟ شاركونا آراءكم على المنصات الرقمية لسكاي نيوز عربية. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة على الخريطة.